خليني اسحب ورقه نكمل او لا؟ مسح دموعك شوي. بكيتني. يلا تفضلي. كنت قايله ما بدي ابكي وبكاني. اخ يا الله. بدك تسحبي ورقه؟ بدي اسحب ورقه نكمل ولا لا؟ بلكي رجعت بكيتني مره ثانيه. تفضلي. هذه ورقه الاخماض، يعني هو ضايقني قهرني بس انخمدت القصه لانه في عنا البياض اللي طالع بعدها فمكمل. طالع بياض بس في تحذير، يعني اكيد ممكن تبكيني مره ثانيه. ممكن، لا اضمن. جاوبيني على هذا السؤال. على طول انت ستريس كثير، يعني اللي بيشوفك بيشوف انه انت حدا شخص كثير ستريس، شو السبب؟ هلا في شيء بيقول لك على قد ما بتسمع مشاكل العالم وبتفتح ورق ترو هول القصص والضغط اللي عم بيصير بيعملك ستريس. وانا حدا عصبي وستريس، يعني من سنه لهلا رايح منه 50%. راح 50% وهيك. اليوم عندك وجع، انت حدا موجوع كثير. اكيد اكيد موجوعه بكثير مطاعم. هو الستريس صار من ورا وجعك؟ اكيد. من ورا طفولتك؟ لا 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 ابدا. شو؟ طفولتي كثير كانت حلوه. بس من بعد عمر 18 سنة بتصدمك الحياة، فأنا صدمات الحياة هي اللي سببت الوجع. ممكن أشخاص، مواقف، وفاة أمي بالضبط كمان. يعني أنا صار معي مثلاً قصة وفاة ماما، قصة كنت بعلاقة طويلة الأمد، بلس إجاني وضع مرضي، فالثلاثة إجوا خلال شهر واحد. ما بقدر خبرك. بدك وقف هون؟ لا انا ما عندي مشكله كنت خبرك بس ما بقدر اخبر هلا، بس انه يعني هو بتعرف عيوبك؟ عندك كثير عيوب. عندي عيوب بس عيوبك اجت من اجت عيوبك، ما هو لانه هدول مرضيه العيوب. هل كانوا من ورا مرض ما؟ لا، هي العيوب اجت من ورا طبيعه العالم اللي انت بتتعامل معه، فانت بتصير بتضطر تاخذ شخصيه احيانا مش شخصيتك، مثل اسم مش اسمك. عشان هيك غيرتي ساره عملتي ساميا؟ لا، غيرت اسم ساره وساميا. كان وقتها انا نازله بمجله نادين وكنت مبلشه عم بقرا ورق، وهي القصه ما كان الناس تتقبل انه انت عندك سواء بسوريا او باي مكان كان انه دجل وقصص، فانا استخدمت اسم ساميا، اضافه انه الشخص اللي كنت حبه امه اسمه ساميا. اوكي، فسميت اسمي على اسم امه. وهلا عم تندمي انه اسم سامي؟ هلا وساره. ساره هلا. ساره. اوكي، ساره. أوكي. وساره مستقبلا ممكن اعلاميه، مش عالمه فلك، ما بتعرف. عم تشتغلي انك تكوني اعلاميه؟ اكيد. طيب جاوبيني، سالتك سؤال من شوي وهو اللي عمل هيدا البلبله عن قصه انه انتوا اليوم عم، يعني اللي بيتوقعوا او اللي بيعملوا تارو، جاوبي على هيدا السؤال تحديدا. عم تستغلوا وجع الناس، يعني الناس عم بتصدقكم قد ما هي موجوعه. شو بتجاوبي انت اليوم ساره حسين؟ بنسمع بسيده التوقعات، بنسمع ملك التوقعات، بنسمع الاول ما بعرف شو. انت شو اليوم؟ انا الحقيقه. انت الحقيقه رغم انك قلتي لي انا بكذب؟ لا مش هيك الحقيقة. لألك كيف تجي؟ لما أنت ماشي بدرب بتعرف آخرته شو هي، غلط. بتروح لعند بصار أو منجم لحتى يكسبك عنده، بصير بيحول لك المسار تبعك للطريق اللي هو بده إياه بالمراوغة. أوكي. أنا عندي لا، بيجي لعندي بقول لك أنت شو، وبقول لك الاحتمالات اللي بيعطيني إياها الورق لتصل للصح. طيب إذا قلت لك اليوم يعني انتو قلت لك الكذب هو عنوانكم، شو بتجاوبني ساره؟ لا، شو أنا انت عنوانك؟ الحقيقه. الحقيقه كيف؟ عبر ورق الترو. عبر ورق الترو. مين قال انه الترو صح؟ تجارب شخصيه عشتها. قد ايه قعدت لتعلمت الترو؟ 12 سنه بحبشه، بمعنى كل ورقه واسقطتها على حالي. كل ورقه عشت معاها، كل ورقه الي معاها حكايه. تماما. هي شو؟ هاي ورقة الاندفاع. وأنا بمطار أنا شلتها كرمال برنامجي. أنا شلتها عنية برنامجي. برنامجك فيه اندفاع كتير كبير، بحقق شهرة كتير مرتبة. أكثر من السهم هي. ماشي بطاقة كتير كبيرة، فهذا بدل على إنه برنامجك ماشي بنقطة تحول 2022-2023. أنتم إلى جهنم وبئس المصير. أكيد. أوف. أكيد. أكيد. كيف؟ وأنا دايماً بقول له لله إنه أنا حيجي نهار ما عادت
نقول شيء للعالم بخص التارو، لانه نحن لجهنم عم نلعب على اعصاب بعض، فاكيد على جهنم. انت رايحه على جهنم؟ اكيد رايحه على جهنم. انا اذا الله بده ياخذني على ليه، لانك بتتعاطي بالتارو، ولا انك عامله كثير حرام قصص، او لا لانه مش حرام، او لانه عاصي ربك، او لا شو؟ لا لا لا، لانه لما عم بفتح الورق عم عيش العالم بحاله قلقله. مثلا هاي الورقه ارجحها، لما بتجي انت بتسالني عن وضع مصيري بحياتك وبيطلع لي ارجحها، لو هو الوضع تبعك ارجحها وحقيقي، عيشتك بحاله قلق لفتره. طب هذا الحديث مش وقاحه؟ لا حقيقه. ايه حقيقه، بس ماني خايفه من المشاهد هلا؟ لا بالعكس، لازم يحبني اكثر لانه عم بصدقه. لما بتجي لعندي انت ماجدة بتعرف ان ما في حدا بيجي بيسال عن شغله مش عارفان جوابها، بس مش متقبله. انا مهمتي وصل لك اياها مثل ما هي وخليك تتقبلها من دون ما تحسني لا عم كذب ولا عم راوغ عليك. انا معروفه بين كل الناس اللي بتجي لعندي بيقولوا لي نحن الجواب اليقين عندك لانه انت ما بتكذبي. يعني في كثير عالم بيقولوا لنا مثلا بيصير هالشغله ولا لا، بقول لهم لا. وعندي جمله كثير متعارف عليها اسمه كرت محروق. انا لما بقول لحدا بيسالني عن موضوع كرت محروق، يعني لو بتضل 100 سنه بتسالني عن ذات الموضوع انا ما بقى جاوب عليه. وفي احد زبايني اشتكت علي باحد المرات واتهمتني بالوقاحه لاني قلت لها سكري التليفون وضبي مصاريكي بس يصير الحدث دقي لي، وردت دقت لي ورفضت اني انا احكيها. قالت لك انت وقحه؟ قالت لي انت وقحه. قالت لك انت وقحه؟ قالت لي انت وقحه. قالت لي انت وقحه، انا دفعت لك مصاري المفترض بانك تجاوبيني. بتاخدي مصاري كثير؟ لا ما باخذ كثير، قليل. لا هي الشغله ما لازم تكون بثمن غالي. اه لا، لانه لما انت عم تساعد حدا فانت ما لازم تاخذ ثمن غالي. ساره جاوبيني، لا يعلم بالغيب الا رب العالمين. ليش الى جهنم رايحين؟ لا يعلم بالغيب، بس لك لا يعلم بالغيب الا رب العالمين لسبب. 99% من الشيء صح، بس القدر ورب العالمين لما بده يغيره بغيره بثواني. صح